الأمن والسلام لكل من يستخدم الطريق. قف. عندما تشعر بالإرهاق أثناء القيادة، فما عليك إلا أن تتوقف لتجديد نشاط جسمك، إما بغسل وجهك أو بإجراء تمارين رياضية. هذا سائق نعسان كما تلاحظون، وهذا سائق صاح. وعندما تحين لحظة الخطر فالأمر يختلف عنه عند السائق الصاحي والسائق النعسان. فالسائق الصاحي يحتاج إلى 15 مترا لإيقاف مركبته إذا كانت تسير بسرعة 75 كيلومترا في الساعة، بينما يحتاج السائق النعسان إلى ضعف هذه المسافة لإيقاف مركبته إذا كانت تسير بسرعة 75 كيلومترا في الساعة. إذا أحس السائق بالإرهاق والنعاس فعليه أن يرصف السيارة جانباً ويأخذ قسطاً من الراحة، بعد ذلك يمكنه أن يواصل السفر. لقد نعست. لقد طال الطريق. اهدأوا يا أولادي، ناموا إن شئتم. نعست. وأنا أيضاً. عندما تقود سيارتك فترة طويلة فالإرهاق سيؤدي إلى عدم قدرتك على البقاء صاحيا ويقظا، ويعرضك وأسرتك للخطر الأكيد.
هيا 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 سعاد، هات الحقائب هيا. لقد جهزت السيارة تماما للسفر. لقد تأخرت كثيرا. ماذا أفعل؟ استغرق تصليح السيارة أكثر من 3 ساعات. إذن نسافر غدا. لماذا؟ لن نسافر ليلا ونعرض أنفسنا للمخاطر. المخاطر؟ نعم، السفر في الليل مخاطرة كبيرة. سعاد على حق يا عبد الله، إنك مرهق واحتمالات الحوادث كثيرة ليلا، وخاصة بعد يوم مرهق طويل. الأمن والسلامة، الأمن والسلامة لكل من يستخدم الطريق. وأنت يا صديق إن كنت حينا سائقا أو كنت حينا ماشيا، لا بد أن يكون شعارك المطلوب الأمن والسلامة، الأمن والسلامة لكل من يستخدم الطريق. انظر إلى البعيد، الناس يعبرون، بل تعطهم حقوقهم ليعبروا الطريق، وكن بهم رفيقا لتأمن السلامة، الأمن والسلامة لكل من يستخدم الطريق.